أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. صحيفة الدستور الأردنية تكتب عن حرب الإبادة الإسرائيلية وتهويد الأراضي الفلسطينية. أما العربي الجديد فتنقل عن الأمم المتحدة قولها إن الوضع في غزة كارثي والمأساة الإنسانية لا تطاق. ومجلة ريسبونسبل ستيت كرافت فتتوقع هجمات انتقامية أمريكية على اليمن بسبب تصعيد الحوثيين. أهلا بكم. قال الكاتب في موقع يمن شباب نت سلمان المقرمي إن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية استطاعت قهر الجيش الذي لا يقهر وحطمت الاستخبارات الصهيونية الأقوى في العالم التي تعلم كل شيء. وقال المقرمي إن تدمير الصهيونية لقطاع غزة فوق سكانه لن يعيد أي شيء مما فقدت، ولن يعيد الأمن إلى الصهاينة، وأن محاولات الصهاينة والغرب الصليبي تدمير المقاومة العربية في غزة لن ينهي المقاومة مطلقا. وبين المقرمي أن المقاومة العربية في غزة عبر حركة حماس تحديدا وبقية الفصائل استطاعت تحرير القطاع في 2005. وقال المقرمي أن الجرائم الصهيونية بحق قطاع غزة لن ترهب الناس ولن ترعبهم، بل سيجعل منها ومن غضبها المتراكم وحنقها وشعورها بالعجز وسيلة قوة لبناء الإنسان المقاوم، والذي سيكون قوته وقدراته أكثر بكثير من محمد الضيف والجيل الحالي من المقاومة. وأشار المقرمي إلى أن المعركة الحالية من طوفان الأقصى والرد الصهيوني البشع عليها تعمل على إعادة مفهوم الصراع بين العرب والإسلام ضد الغرب الصليبي. وفي نهاية المقال طلب المقرمي بأن تعمل الشعوب والدول العربية على تطوير نفسها وتقوية مجتمعاتها وتحرير شعوبها من براثن الظلم والقهر والاستبداد وإعادة بنائه، ليس لاسترضاء الغرب ولا للاندماج معه، بل لبناء مركزية عربية جديدة تقودها الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية، وأن تعمل على تحرير العراق وسوريا من الاحتلالات الأجنبية والإيرانية لكي تكون الدول المركزية العربية حاضرة في هذه المواجهة التي لا يمكن ربحها بدون هذه الدول. نشرت صحيفة الدستور الأردنية مقال الكاتب الفلسطيني سري القدوة، والذي قال إن استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وتصاعده منذ 23 يوما على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أوضح القدوة أن حكومة التطرف القمعية تستمر في حربها الظالمة، حيث يبرز جوهر الصراع الذي تسعى دولة الاحتلال وشركائها لتعميقه لإعادة فرض وقائع الاحتلال بشكله الجديد ودعم عمليات الاستيطان والتوسع والحصار من أجل تهويد الأراضي الفلسطينية. وقال القدوة إن ما يقوم به الاحتلال من حرب وإبادة ومجازر يومية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية لا يمكن استيعابه. وضح أن أعمال القتل والتحريض والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستعمرين والمتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. وأشار القدوة في مقتضب مقاله إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض كل أشكال الاحتلال ويقف في مواجهة سياسة التهجير التي يحاول الاحتلال ترويجها بهدف الوصول إلى نكبة جديدة، وأن منظمة التحرير ستبقى هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني قائدة نضال وكفاح من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا قالت فيه إن مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا فيليب لازاريني عبر عن صدمته من قصف قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وقال إن مستوى الدمار لم يسبق له مثيل والمأساة الإنسانية التي تتكشف تحت أعيننا لا تطاق. وشدد لازاريني خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي دعت إليه الإمارات والصين لمناقشة تطورات الوضع على الأرض على أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة. أشار لازاريني إلى نزوح أكثر من نصف سكان غزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وصفا ما يحدث بأنه تهجير قسري، ويوجد أكثر من 670 ألف نازح في مدارس ومباني أونروا، وضفا أنهم يعيشون في ظروف مروعة وغير صحية مع محدودية الطعام والماء، وينامون على الأرض دون مراتب أو في العراء.
لافتا إلى أن الجوع واليأس يتحولان إلى غضب ضد المجتمع الدولي الذي تشكل أونروا للكثيرين في غزة رمزا له فيصبون غضبهم عليها. أوضح الموقع أن مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ليزا دوكتن وصفت الوضع في غزة بالكارثي، وأشارت إلى أنه من الصعب نقل حجم الرعب الذي يعيشه الناس في غزة، ناهيك عن حالة اليأس المتزايد والبحث عن الغذاء والماء والمأوى وسط قصف متواصل. أما المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسال فنبهت إلى أن أكثر من 420 طفلا يقتلون أو يصابون في غزة كل يوم، وهو رقم ينبغي أن يهز كل واحد منا حتى النخاع. قال الكاتب في صحيفة الأهرام المصرية وحيد عبد المجيد أن إجرام مؤسسات السلطة في الولايات المتحدة لم يتوقف منذ الأيام الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، حتى أطلقت آلتها الحربية في مناطق عدة وصولا إلى قطاع غزة، حيث تشارك في المذابح الهمجية بأسلحتها وعن طريق ضباط في غرفة العمليات الصهيونية بخلاف ما لم يتيسر التأكد منه بعد. وبين عبد المجيد أن حجم القنابل التي ألقيت على القطاع حتى الآن فقط يزيد عن وزن القنبلة الذرية الانشطارية التي دمرت هيروشيما، وهو يعادل ما بين 13 و15 ألف طن. أوضح عبد المجيد أن القنابل الأمريكية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي تدمير الأنفاق ابتلعت عدة طوابق من بعض المباني التي دمرت، فالقنبلة الزلزالية الخارقة للتحصينات تزن 113 كيلوغرام. وقال الكاتب إن إسرائيل كانت قد حصلت على كثير من القنابل الزلزالية في فترة رئاسة أوباما الذي خدع الجميع في العالم ومؤيديه في أمريكا ببشرته السوداء، وادعى زورا أنه مع السلام وضد العنصرية. وعن بيع القنبلة الزلزالية في إدارة ترامب، قال الكاتب في صحيفة الأهرام أن مجلس النواب في أكتوبر 2020 وافق على بيع القنبلة إلى إسرائيل، وهي أكبر قنبلة غير نووية في ترسانة الحرب الأمريكية. وأوضح الكاتب في نهاية مقاله أن الإجرام الأمريكي إذن هو الوجه الآخر للإجرام الصهيوني، وهما الأبشع في العالم الراهن، عندما يجتمعان على شعب محاصر تفوق بشاعتهما أي خيال. قالت مجلة ريسبونسبل ستيت كرافت الإلكترونية الأمريكية إن هجمات الحوثيين على إسرائيل ستؤدي إلى هجمات أمريكية على اليمن. قال مايكل هورتون وهو باحث في معهد جيمس تاون في مقالته إنما يعتبره استفزازات الحوثيين بهجمات على الاحتلال الإسرائيلي قد تؤدي إلى ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وتابع مايكل هورتون أنه من المحتمل أن يرد الحوثيون على أي غارات جوية من خلال تصعيد عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والتي قد تستهدف المملكة السعودية والإمارات. وأضاف هورتون أنه من المحتمل أن إيران لم يكن لديها علم مسبق بقرار الحوثيين بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن قرار الحوثيين بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل هو في المقام الأول مدفوع بالمخاوف الداخلية للجماعة، حيث تواجه استياء متزايدا بين 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 32 مليون نسمة. وذكرت المجلة أن السفينة الحربية يو اس اس كارني أسقطت 4 صواريخ وعدة طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن والذي يسيطر عليه الحوثيون. أقر مسؤولون أمريكيون أن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت متجهة شمالا ربما نحو إسرائيل. إذن وفي ختام السلطة الرابعة نشكركم على طيب المتابعة، أترككم مع هذا الكاريكاتير في أمان الله.